ثم يوم الاثنين 10 فبراير 2020 قيام لجنة مختلطة مكونة من ممثل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة في شخص عبد الربه، وممثل عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرية المديرية الجهوية لجهة طنجة تطوان الحسيمة في شخص الأمير الصرف لطنجة المدينة، وممثل عن السلطة المحلية في شخص السيد قائد جامعة كزنايا، وممثل عن الشرطة في شخص عميد الشرطة تابع للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، وممثل عن الدرك الملكي في شخص قائد المركز القضائي للدرك الملكي، وممثل عن وزارة الصحة المندوبية الصحة بطنجة، وممثل عن الوقاية المدنية. قامت هذه اللجنة المختلطة التي تعمل تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة بالإشراف على إتلاف كمية مختلطة من المخدرات مفصلة على الشكل التالي: 20 طن و893.9 كيلوغرام ديال مخدر الشيرة، 109 كيلوغرام فاصلة 9 ديال الكيف، 162 كيلو فاصلة 5 ديال الطابة، 2 كيلوغرام فاصلة 4 ديال المعسل، بالإضافة إلى كيلو فاصلة 2 ديال مخدر الكوكايين القوي و296 جرعة من نفس مخدر الكوكايين، 6 كيلوغرام فاصلة 2 ديال الهيروين و182 جرعة ديال مخدر الهيروين، 45312 قرص مهلوس، 201 علبة ديال السجائر، بالإضافة إلى 102 كيلوغرام من البلاستيك المستعمل في تغليف الشيرة. هذه الكمية المخدرات كانت باسم مجموعة من العمليات الأمنية التي تقوم بها عناصر الأمن التابعة لطنجة من شرطة ودرك وجمارك، الذين من هذا المنبر نقوم بتشجيعهم على المجهودات الجبارة التي يقومون بها في سبيل محاربة هذه الآفة الخطيرة ديال المخدرات بجميع أنواعها، المخدرات القوية ومخدر الشيرة التي في الحقيقة هي يعني ضد الصحة العمومية وضد المجتمع، وكذلك التي ضد الاقتصاد الوطني. تم اليوم إتلاف عن طريق الحرق مجموعة من المخدرات والمواد المخدرة التي ناهزت حوالي 22 طن، 21 طن من مخدر الشيرة وبعض المواد المخدرة، وهي قيمة حوالي 220 مليون ديال سنتيم اي 22 مليار ديال 220 مليون ديال الدرهم اي 22 مليار ديال سنتيم، وهي مجموع حصيلة التدخلات الأمنية خلال 4 أشهر الأخيرة التي قامت بها عناصر إدارة الجمارك والدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، وفي بعض الحالات عبر توفير معطيات دقيقة من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وفي هذا الصدد كنحيوا جميع العناصر الأمنية التي تقوم بدورها في محاربة الجريمة العابرة للقارات والجريمة المنظمة ومحاربة المخدرات بصفة عامة، وهذا إن دل على شيء فإنما كيدل على المجهود الجبار اللي كتقوم به العناصر الأمنية بصفة عامة.